الرحمة مش هيفيد على مشاهدنا كتير. أولاً الشكوى، وأنا حضرتك تبقى موجود معانا عشان نرد النهاردة على بعض الردود الخاصة بما يقال من البعض، إنه بنسأل عن رز ما بنلاقيش رز، أو لو لقيناه أسعاره غالية، أين الحقيقة؟ حضرتك قول لنا يا فندم الرز موجود أو مش موجود، وموجود بكام حالياً، وإحنا دورنا إيه؟ اتفضل يا فندم. نبدأ بالبداية خالص، اللي كان في نهاية العام الماضي كان في أزمة رز، لما معالي وزير التموين والتجارة الداخلية قدم باستيراد 50,000 طن رز من الخارج ل يعني سد حاجة أو سد الفجوة في الرز التمويني لطرحه للبقالي المواطن المصري ب10 جنيه ونص. فما بدأ موسم الرز الجديد كان زمن من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات زي ما عملنا في القمح لتخزين 1.5 مليون طن أرز، ليكون الأرز التمويني متوفر على مدار السنة. وأنت عارف حضرتك يا أستاذ أحمد، واتكلمت في الكلام ده كتير، إن توجيهات القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي وتأمينه على مدار كل أسبوع، اجتماع بزيادة التأمين وزيادة واستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي، وده كان سر نجاح الدولة في الفترة الماضية، والحمد لله مصر قعدت بأمان في ملف الأمن الغذائي. فصدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء أول حاجة رقم قرار 66 بتسعير سعر الرز 12 جنيه للرز السائل و15 جنيه للرز المعبأ. بعد كده صدر معاه وزير التموين عشان الرز الشهير من المزارع المصري بتوريد طن عن كل فدان، الفدان بيطلع من 3.5 ل 4، ناخد طن عن كل فدان 6,600، واللي حرفيا الحبه والعريض الحبه 6,850 للوصول للمستهدف ونجاح الموسم والحصاد اللي نصل الى 1,000,000 طن رز. فبدانا بعد كده خدنا اجراءات زياده لزياده تشجيع التوريد من دخول المضارب الخاصه في ضرب الارز معانا بنسبه 50 ل 50. الرز كان في هذه الفتره بعد المضارب او وقفت، خرجت بعض الشركات الكبيره اللي كانت رافعه الاسعار ل 2021، وحضرتك عارف كان في شكوى من ارتفاع اسعار الارز، توقفت الضخ. مع ان وزير التموين عقد اجتماعات وقعد مع السلاسل وقعد مع المضارب وجبنا المضارب كلها، وبدا يورد رز شيل لهذه الشركات، وبالفعل استلمت وبيضت الرز او ضربته يعني بالمعنى الاصح ونزلته في الاسواق، وفي متابعه شديده جدا من وزاره التموين بين هذه المضارب اللي خدت رز من المحافظات المنتجه وبتضرب بكميه كذا، وتم توريده للسلاسل التجاريه كذا وكذا. ثم السلاسل التجاريه النهارده قدمت او معالي الوزير اوضح توجيهات باي سوبر ماركت سلاسل تجاريه عاوز رز ابيض لطرحه بالاسعار العادله للمواطن المصري بتقدم بطلب، وفعلا السلاسل بقى لها اسبوع النهارده بتصرف الرز من هيئه السلع التموينيه او من المضارب المعتمده لدى وزاره التموين اللي بقى عرضها بالسعر المناسب حسب الجوده والرتبه لبين 12 و15 جنيه. الرز اصبح متوفر من النهارده وامبارح بالامس في كميات كثيره جدا النهارده من شركات متوقفه، بالاخص نزلت في مش عايز اقول لك شركه نزلت 112 و116 طن في اسكندريه في القاهره، شركات اخرى كلها اشتغلت. المضارب النهارده وجه سيادته بتوجيهات النهارده نتيجه الاجتماع الابس مع المحافظات المنتجه للرز، نمره واحد توجه الشركه القابضه بتوفير الرز التمويني بضخائر المجمعات الاستهلاكيه التي تبلغ 1,500 مجمع صفة مستمرة ب10 جنيه ونص، وده يلزم مننا ان احنا نستمر في الرز التمويني ولا زيادة في رفع الاسعار التموينية. الحاجة التانية توجيه بالذبيح زيادة المعروض من الرز في المجمعات الاستهلاكية ايضا للقطاع الخاص اللي هو الرز الحر 14 جنيه ونص. النهارده واجه المديريات النهارده القتال اللي طبعا عارف المضارب المشتركه كانت واخده 50% لا تضربها 50% لوزاره التموين، وحضرتك عارف كويس جدا. فالنهارده بدا بالشغل النهارده 50% بضرب اللي هو حصتهم وتوجيهها للسلاسل التجاريه والمديريات من خلال فيبوات 1 كيلو لطرحها بالسعر المناسب والعادل اللي احنا اتفقنا عليه دوله رئيس مجلس الوزراء قرار 66. وطبعا تم بالفعل النهارده جميع السلاسل خدت من المضارب اللي اشتغلت 50% من حصصها الخاصه كيلو واحد وتحت اشراف مديريه التموين. طبعا حضرتك عندنا 7 محافظات او 8 منتجه للرز، 21 مش منتجه. النهارده نظم عمليه نقل الرز بتصريح من المحافظات المنتجه بنضربها من المضارب المعتمده الى المحافظات اللي هي طبعا ما بتنتجش رز، عشان يكون الرز متوفر على مدار الشعب كله على مدار ال 24 محافظه، ما بقاش محافظه دون الاخرى. عبد المنعم بيه بالراحه كده، نظمته ايه؟ تداول الرز. أيوة. يعني المحافظه حوالي سبيل عن المثال محافظه البحيره كفر الشيخ دمياط الدائريه الشرقيه هتودي رز هنا اسوان. يبقى في اتفاق ما بين مديريه التموين
انا واتفاق بيني وبين كفر الشيخ ان ورد لك العربيه بالسائق الفلاني مع 150 طن يروح يسلمهم في المديريه هناك، المديريه توزعهم على سوبر ماركات عشان يكون الرز متوفر وعدم التلاعب وعدم الاحتكار. وجه ثاني برضو جميع المديريات النهارده بتشكيل لجان من التموين والصحه ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك وهيئه سلامه الغذاء بالمرور على المضارب وانذار 48 ساعه المضارب المعتمده والتي لم تشترك مع هيئه سلامه التموين 48 ساعه لازم يكون مشترك ولا تتخذ الاجراءات القانونيه. كم واحد يا فندم المضارب دول؟ المضارب دول مسؤول النهارده من 10-15% ما كانوش مشتركين. ليه؟ النهارده بدأ النهارده لهم انذارات. ايوه. بجانب اللي النهارده اللي معاها حموشه. ايوه انذار بايه؟ انذار بايه؟ بالاشتراك والتوريد مع هيئه سلامه مع هيئه الهيئه العامه هيئه السلع التموينيه. كويس. بتوريد الرز اللي هو 50% وتوريد الرز للمضرب عشان للسلاسل كل ده والا هيتم الغلق والمصادره ومش عارف الاجراءات القانونيه بقى هتصل للحبس والسجن. وانت عارف حضرتك الاجراءات بقت رادعه جدا النهارده ما عادش في النهارده النيابه بتاخد اجراءات سريعه وقويه جدا في هذا الموضوع. كما النهارده برضو اللي جاي هل دول دخولهم معاكم في المنظومه يحلوا ازمه شويه؟ هتحل الازمه طبعا الازمه اوريدي من النهارده امبارح يا استاذ احمد فعلا بدات احنا تتحل. نزلنا كميات كبيره جدا. كويس. لو عاوز حضرتك بيان بالمناطق اقول لك بيان بالمناطق منطقه وسلسله. كويس. الحاجه الثانيه النهارده برضو اي سلعه حد حاجب الرز الشهير او منعه او حاجبه او كده بلجان هيطبق عليه القرار 45 سنه 22 من قرار هيئه سلامه الغذاء اللي معاها وزاره التموين ان دي سلعه موجوده في المصدر ويتم مصادرتها وغلق المكان وتصرفها تحت النيابه العامه عشان كل ده في توفير المخزون الاستراتيجي نجاح توريد موسم الرز توفير الرز على مدار السنه بالسعر المناسب للمواطن المصري زي ما نجحنا في القمح ان شاء الله هننجح في الارز. شفت حضرتك النهارده نجاح الدوله في القمح عمل ايه النهارده؟ وعندنا مخزون استراتيجي لشهر 4 السنه الجايه ومامور توسيق موسم توريد القمح بيبدا في ابريل، يعني عندنا مخزون استراتيجي من القمح كافي للانتاج السنه الجايه ان شاء الله، فده كل الدوله بتامن المخزون وبتامن توفر سلعه على مدار السنه، عشان ما حدش يحجب سلعه، عشان ما حدش يتلاعب بالاسعار، كل الدوله حريصه على رفع الاعباء النظري، يمكن القياده السياسيه انت عارف يا استاذ احمد عامله اعتمادات مفتوحه للمخزون الاستراتيجي وتامين المخزون الاستراتيجي باستمرار، في اجتماعات اسبوعيه النهارده لاطمئنان من القياده السياسيه ودوله رئيس مجلس الوزراء على سلعه استراتيجيه، السلعه دي عندنا الدنيا قد ايه؟ المخزون الاستراتيجي كام شهر؟ يكفينا لحد ايه؟ ايه خطتك الفتره الجايه؟ فكل ده النهارده ادى الى نجاح الدوله في ملف الامن الغذائي وتوفر السلع على مدار دلوقتي. بس عشان ابقى بالتفصيل كده انه ممنوع نقل اي حبه رز من محافظه الى محافظه الا بتصريح من وزاره التموين. بالتصريح وتنسيق ما بين المديريتين المنقول منها والمنقول اليها. طيب اللي يخالف تعملوا معاه ايه؟ طبعا المصادره والحبس وطبعا المقاربه تصل لاكثر من 2 مليون جنيه ويطبق عليه كافه الاجراءات القانونيه. لان احنا النهارده يعني في ظروف استثنائيه، الظروف دي ظروف عالميه يا استاذ احمد متحكمه 80% من الخارج مش ظروف داخليه، ظروف عالميه. فلازم كلنا نتكاتف ولازم كلنا نتضافر، والنهارده القطاع الخاص شغال معانا بجانب النهارده بعد دور مباحث التموين وشركه امان والمبادرات كلنا واحد وجهاز الخدمه الوطنيه ووزاره الزراعه كلنا بنعمل في سياق واحد لتامين احتياجات المواطن المصري. طيب لو انا بتكلم ايضا على ال الرز احنا في التموين ما عندناش مشكله على الاطلاق فيه. ما فيش مشكله عندنا. أيوة. مخزون 5 شهور ونص. رز تمويني امن معبأ. عظيم. مش اي مشكله بس احنا برضه بنامن على مدار السنه. مش معالي وزير لما قعد وقال مش هقع في الخطا اللي بتاع السنه اللي فاتت واجيش بلاقي رز واجيب من بره وانا عندي رز. احنا عندنا الانتاج اكتر من الاستهلاك. يعني انتاجنا من الرز السنه دي اكتر من استهلاكنا. طب يعني ايه بقى الفجوه؟ معلش انا اسف. لا اذا طالما الانتاج اكتر من الفجوه دي فين؟ مين السبب؟ هل في بعض التجار زي ما قيل كده انهم خدوا الرز واشتروا الرز بالغالي وبالتالي حجبوه عن البيع عايزين يبيعوه بالغالي؟ هل ده صحيح؟ ده طبيعي كان عاوزينه وبعض الشركات اللي كانت توقفت اول ما القرار نزل فالحمد لله معالي الوزير قاعد معاهم وعمل اجتماعات وعمل اجتماعات مع المضارب والسلاسل والحمد لله بقى في اتاحه دلوقتي بقى لنا اكثر من 48 ساعه كميات بدات بتنزل كتير جدا حتى برضه يعني عشان يمنع التلاعب برضه قال النهارده كل الرز اللي الناس المضاربه معانا هتتعبى في 1 كيلو وتنزل بالسعر الرسمي اللي احنا قلناه للمواطن المصري. كويس. طيب
نتكلم على الزيت كمان، نتكلم على باقي المخزون اللي عندنا، ونتكلم على السلع اللي هي الحمد لله. رغم ان احنا انت عارف ان احنا بنستورد من 65 اللي عندنا مخزون زيت النهارده، وانا كنت بعد اعضاء اللجنه النهارده ان عندنا مخزون زيت استراتيجي 6 شهور. الزيت برضه عندنا وضع امن، 6 شهور زيت مخزون، 6 شهور من الزيت من الذره بنستهلك من 60,000 طن تموينيه، اللي عندنا زيت مخزون 60,000. وكان معالي الوزير برضه من ضمن الاجراءات اللي خدها قعد مع 4 شركات الكبرى للزيت وخرج لهم جميع السلع اللي كانت موجوده في الموانئ وافرج عنها بشرط الا توجد اي زيادات حتى ديسمبر الجاي ان شاء الله للمواطن المصري، وتوريد هذا الزيت للسلاسه برضه من خلال منظومه وتحت رعايه وزاره التموين. لا زيادات اسعار الزيت حتى نهايه العام. حتى نهايه العام. سياده الوزير ده توجيه كده. ده طبعا يا فندم، وقعد مع شركات الزيت وقعد مع السلاسل، احنا في اجتماعات متتاليه يوميا من 3 لـ4 اجتماعات ما بين الشركات المصنعه والسلاسل والتجار عشان تبقى المجموعه او الحلقه كلها تحت السيطره وتحت رعايه وزاره التموين، وعارفين ده رايح فين وجاي منين عشان ما حدش يحتكر او يخزن ويستغل في هذه الظروف. طيب ماذا عن السكر كمان؟ السكر الحمد لله عندنا 4 شهور ونص مخزون استراتيجي امن، 4 شهور ونص، وحضرتك عندنا كميات كبيره جدا، ويمكن خير دليل لسه السكر التمويني بنضخه ب 10 ونص، ما فيش اي زيادات. ويمكن عندنا برضو ان انت حضرتك عارف طبعا اكتر مني كمان يعني ان الرز السكر الجديد طالع من قصب السكر في 12/1، والبنجر طالع في شهر 2، وبقى عندنا شبه اكتفاء ذاتي من السكر الحمد لله، وعندنا كميه سكر من السكر امنه جدا جدا جدا. وبالمناسبه الرز التمويني عندنا 5 شهور ونص الرز التمويني بقى امن جدا. عظيم. ما خلينا نتكلم على اللحوم، على الفراخ، على اتفضل. اللحوم الحمد لله احنا مع الشركه المصريه للسودانيه ومتعاقدين معاها، وعندنا مأمين اللحمه البلد اللي بتزرع في المجمعات الذاتيه ب 115 جنيه بمواصفات بلديه مذبوحه في مصر تحت اشراف بيطري وبكامل الجوده العاليه ب 115 جنيه في المجمعات، ممكن بتضخ كميات كبيره اليومين دول في المجمعات الاستهلاكيه من اللحوم، موجوده متوفره في اللحوم على مدار جميع انواع سواء غرب بحري او ابلي او اسكندريه او القاهره الكبرى. الحمد لله ما فيش اي مشاكل في اللحوم عندنا اللي موجوده في المجمعات الاستهلاكيه وفي الشركه القابضه، وقلت المخزون موجوده حتى 12 شهر و6 ايام بالظبط. طيب لو انا ايضا لو بنتكلم على كل الاحتياط اللي موجود من السلع الاستراتيجيه، الحمد لله ما عندناش مشكله في وضع امن، وضع امن تماما الحمد لله. استاذنا حضرتك استاذ احمد، ملف الامن الغذائي ده خد يعني اهتمام من القياده السياسيه والحكومه، نعم. اهتمام بالغ ونجاح باهر في الاداره الازمه في ظل اللي بيمر بها العالم كله. عظيم. من ظروف اقتصاديه وتضخم، الا ان الحمد لله الوضع الامن الغذائي عندنا في مصر يعني جيد جدا. في تحريك في الاسعار، لازم الناس نعرف ان في تحريك عالمي وفي ظروف عالميه، ولكن السلعه موجوده متوفره والاسعار مناسبه للسعر العادل، ودايما الدوله حريصه على ان يكون هناك سعر عادل وتقليل حلقات التداول عشان السعر يوصل للمواطن بسعر مناسب وبدون اي زيادات. عندكم رصد الناس بتشتري بكام في الشهر؟ في ايه؟ بتشتري لا سلع؟ لا 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 دي المعلومه الاقتصاديه بقى، انا بتكلم على توفر السلع وهي طبعا متاحه، بس عندنا احنا كتجاره داخليه بتمثل اكثر من 22.2 النهارده من حجم التجاره في مصر، يعني الجهود بقت نسبه عاليه موجوده دلوقتي. استاذ عبد المنعم خليل بشكرك شكرا جزيلا. دايما نحب نطمن على، لانه طبعا كل بيت يقول لك الرز، طبعا الرز، الزيت، اللحمه، فراخ، اهم حاجه الحاجه تبقى موجوده. عالم لسه بقول لك اوروبا احتجاجات في دول اللي هي الدول الكبيره يعني اللي عندها اقتصادها ما عندهمش مشاكل، ولا عندهم ناس بيعملوا كذا، ولا عندهم ناس بيفكروا في خالص. شوف بيعملوا ايه في اوروبا، احتجاجات، عيشه، اسعار، عالم في مشاكل في كل الدنيا، بس الحمد لله الحاجه موجوده، حاجه متوفره. ومهم تاخد اجراءات ضد اي حد يخزن، يقفل على الحاجه، ياخد الحاجه ويقفل عليها. مفيش الكلام ده دلوقتي، مفيش دول بتسمح بالكلام ده، واحنا كمان مش ممكن نسمح بده،